اللي فات ما اعرفش بقى النظام العشر برود ولا هيبقى بتاع، بس المهم الوضع اللي فات كان فيما يتعلق بطلب بتصريح من المحافظ لانشاء كنيسه جديده كان تقريبا بيحصل لحضرتك قلته كويس. تمام ماشي يا كرام معايا؟ لا معاك زمان انا جاي بس ما تستعجلش على رزقك. ماشي بيتقدم طلب والمحافظ بقى فكره ال 14 ما كانتش ملزمه، كان قبل كده عنده بتاع 40 سنه لكن مفيش مشكله، غالبا بعد فتره من الاخذ ولا بيوافق. تمام بعد اخذ موافقات تانية وتليفونات واستشارات وبتاع موافق وتوصيات ماشي. ثم بسبب بعض المتعصبين والقاطنين في هذا المكان وبتاع يعملوا مظاهرات ويعملوا سخونة ويقول لك احنا هنولع في مش عارف ايه لو اتعملت هنا كذا وكذا، فالمحافظ يخاف ويكش فيقوم قال لك ايه بعدين ترجع حين ميسرة. ايه اللي يضمن ان ده ما يكررش؟ هو هنا بيدخل وسامحوني على يعني لا هو هنا بيدخل في السؤال لان انا في النهايه عايز واقع يتغير مش كلام يبقى حبر على ورق يعني. وانا بشوف انه القصه هنا قصه فرديه اشخاص يعني. وانه الاشخاص لما بيتحكموا في القانون ومفيش يعني نيات حسنه ايوه لو جبت لهم 100 قانون مش هينفع صح، فلازم الاول نفترض حسن النيه ده نمره واحد. تمام يعني. رقم اتنين انا كنت شايف ان الشرطة في الفترة اللي فاتت لما بتحصل مشكلة المفروض انهم يحموا المكان اللي هي اللي الناس تصلى فيه اللي بتعتد عليه لان طبعا. الشرطة مع الضعيف مفروض، لكن اللي بيحصل ان الشرطة بتيجي مش بتحمي المكان بيتحرق والناس بتتضرب و الى اخره. فبرضو ده حاجة شخصية بحتة مش حاجة قانونية. تمام. هنا بنتكلم عن إنفاذ القانون. احنا بنتكلم عن إنفاذ القانون وبنتكلم عن دور الشرطة وبنتكلم عن حسن النية. تمام. وده في كل في 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 كل المباني، مش يعني مثلا الحاجة اللي كانت بتخلي الواحد يبقى شعر بالغبن الشديد إنه نوادي ليلية بيطلع لها الترخيص خلال 24 ساعة. تمام. وبحماية الشرطة وبحسن نية جدا وكده لأنهم بيستريحوا في النوادي الليلية. خلاص يا كرم بيه. في ترفيه وحاجات يعني زي كده. ماشي. للمسيحيين والمسلمين. أنا بقول لك حوار جريء بس مش الدرجة دي يعني مش لازم نطلع كلنا على البوكس. أنا غلطان. أنا والله غلطان. أنا. أنا عشان. لا مش شرطة حبايبنا برضو يعني. بعد ثورة 30 يونيو بنتكلم يعني بحرية شوية. لا اتفضل. أنا على أنا حظي. أنا اللي قصدي إنه 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 الشرطة تقوم لا هو هنا اللقطة اللي حضرتك قلتها عشان بس. نخلص من ان احنا نطلع نلاقي البوكس واقف بظهره. هي مش قصه ان الشرطه بتوافق على الملاهي الليليه وكده، الشرطه مالهاش علاقه، لو بيطلع تصريح من الحي او المحافظه وبتاع. انا قصدي على الحي، انا مش قصدي على الشرطه. والنبي. طيب. انا قصدي على الشرطه في حكايه حمايه، قصدي على الشرطه في حكايه حمايه. لا انا هنا مش دي قضيتي، انا قضيتي في فكره المتعصبين هنا بقى. يعني المتعصبين يوافقوا ان في ملهى ليلي اللي هو بتاع الهش الجش كل مش عارف ايه وبتاع يتعمل وما يبقوش على دار عباده. بالظبط يعني كده. شوف المفارقه بالزبط. ان انا متعصب وبخاف على ديني وبخاف على اخلاقي وحيائي والاخلاق العامه فمرقص تمام لكن كنيسه او معبد او لا بالظبط حاجه في منتهى الغباوه التعصبيه في منتهى الغرابه يعني الانسانيه.